السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم تلاميذي الأعزاء. نبتدي درسنا لهذا اليوم بمراجعة موضوعي المحيط والمساحة. محيط والمساحة بالنسبة للشكل المربع والمستطيل. تمام حبايبي؟ حبايبي اللي ما كان حاضر ويانا، هذا الدرس احنا راجعناه سابقا في الدوام الحضوري، واليوم راح تكون المراجعة الثانية إذن. مثل ما ذكرنا موضوع هو محيط ومساحة المربع والمستطيل هو حفظ. موجودة أمامكم أربع قوانين، هاي القوانين المفروض تحفظوها على الغيب مثل أساميكم. مثل ما ذكرنا البارحة قلنا بالنسبة إلى محيط المربع ومساحة المربع، ده تلاحظون عندنا حرف واحد هو بس اللام. يلا منو يتذكر البارحة قلنا احنا بمحيط المربع ومساحة المربع ليش عندنا حرف واحد؟ يلا يا شاطر جاوبني يا شطور. يلا هنشوف الشطار. يلا علي صفاء. نعم شاسي. يلا ماما ليش عندنا بس حرف واحد؟ لان اكو بس طول الضلع. أحسنت، لأن المربع بي، شكرا لك علاوي، المربع إذا نرسمه راح يكون بي فقط طول الضلع، المربع يحتوي فقط طول الضلع. شوفوا حبايبي والشكل شوية صار مو كلش تمام، بس المهم الفكرة، يعني هنا عندنا طول، هنا عندنا طول، هنا طول، هنا طول، إذا هنا الشكل المربع يحتوي فقط على طول الضلع، فراح يكون قانوننا هنا محيط المربع يساوي أربعة في لام. أربعة في لام قلنا هنا ليش خلينا رقم أربعة؟ لأن عندي أربع أضلاع، أربع أضلاع. أما بالنسبة لمساحة المربع قانونه راح يكون هو طول الضلع في طول الضلع، يعني إذا كان عندي هنا طول الضلع خمسة، هنا هم أخلي الخمسة، ما أخلي مثلا غير رقم، لا أخلي خمسة هنا وخمسة هنا. أوكي حبايبي؟ إذا نحفظ قانون محيط المربع أربعة في لام. محيط المربع أربعة في لام. مساحة المربع راح يكون لام في لام. يلا محمد زيدون. يلا حمودي. محمد زيدون. رهف، أريد واحد يذكر لي قانون محيط المربع. يا حبيبتي رهوف، يلا ماما، ما هو قانون محيط المربع؟ قانونه؟ نعم، محيط المربع القانون ما تشي يقول موجود أمامك على الشاشة، والمفروض أنتوا حافظين لأن صار نحن 3 أيام شرحنا هذا الدرس. أربعة في لام. أربعة في لام. العبارة أربعة لام. إذن قانون محيط المربع هو أربعة في لام، أحسنتي. زين نطلب من تلميذة أخرى تقول لنا مساحة المربع، يلا يا نور. نور فيصل. نعم سيست. يلا حبيبتي، ما هو قانون مساحة المربع؟ لام في لام. أحسنتي، قانون مساحة المربع لام في لام، شكرا لك. زين ننتقل إلى قانون آخر نسميه قانون محيط المستطيل. المستطيل ده تلاحظون هذا الشكل اللي رسمته، مستطيل. المستطيل بطولين، باثنين لام وبعرضين. احنا قلنا الضاد يعني العرض، مو صحيح؟ قلنا الضاد يعني العرض واللام يعني طول. اللام هو مختصر الطول، الضاد هو مختصر كلمة العرض. إذا هنا بالقانون ليش خليت اثنين؟ لأن عندي طولين. ليش خليت اثنين ضاد؟ لأن عندي عرضين. أوكي حبايبي؟ إذا قانون محيط المستطيل هو اثنين في لام زائد، أبد ما أنسى هذا الزائد، اثنين في ضاد. أما المساحة، مساحة المستطيل راح يكون قانونه هو الطول في العرض.
الطول في العرض. ده تلاحظون المساحة فيناتهم، الطول في لام في لام، هنا لام في ضاد، يعني هنا راح يكون قانوني لام في ضاد، تقريبا نفس الشيء، بس بدال اللام خليها الضاد، شوفوا لام في لام، لام في ضاد، فوق المربع عندي لام، بالمستطيل عندي ضاد. يلا يا محمد علي. نعم سامسي. يلا ماما، ما هو قانون محيط المستطيل؟ سامسي، اثنان في لام واثنان في ضاد. وزائد الزاد أبد ما ننساها. زاد نسيتي. أحسن، شكرا لك يا حمودي. زين، ناخذ تلميذ آخر. يلا يا سيف. يلا ماما، قانون مساحة المستطيل شنو شي يقول القانون؟ مستطيل؟ نعم. سيف ماما موجود أمامك على الشاشة، وأنتوا المفروض اليوم حافظين، يعني مو المفروض هاي القوانين لازمين ورقة وقلم وحافظين؟ يلا موجود أمامك على الشاشة، مساحة المستطيل شي يقول؟ الطول في العرض. الطول في العرض. الطول في العرض. اوكي سيف ماما انتبه ويانا، انت صح حاضر الدرس بس دا اشوفك ما منتبه. يلا يا سالي. نعم سانسي. يلا حبيبتي، شنو قانون محيط المربع؟ محيط المربع أربعة في لام. زين، مساحة المربع؟ لام في لام. أحسنتي يا وردة، شكرا لك. زين، ننتقل إلى تلميذة أخرى. أحسنتي. يلا يا ميار. نعم سانسي. يلا حبيبي، ما هو قانون محيط المستطيل؟ شو يقول إن محيط المستطيل موجود أمامك على الشاشة؟ اثنين في لام زائد اثنين في ضاد. أحسنتي، ومساحة المستطيل؟ الطول في العرض. أحسنتي. إذا حبايبي هذه القوانين صارت واضحة أمامكم. زين، الآن راح ننتقل إلى حل كم سؤال على هذا الموضوع. قبل ما ننتهي من هذا من هذه الصفحة، وحدات القياس اللي أقيس فيها المساحة إذا كان مساحة المستطيل أو مساحة المربع هي أما أخلي متر تربيع أو سنتيمتر مربع، يعني فوق المتر وفوق السنتيمتر أخلي اثنين صغيرون، بس إذا شنو؟ إذا كان عندي محيط لا أخلي السنتيمتر والمتر وحدها. زين؟ يعني هسه مثلا هنا أسوي لكم إياها، المحيط ياخذ لو متر لو سنتيمتر وحده. أوكي؟ بس المساحة لا، تاخذ سنتيمتر مربع وتاخذ متر مربع. اوكي حبايبي، فرقوا هذا المحيط، المحيط نخلي وحدة القياس وحدها، اما بالمساحة وحدة القياس نخلي اثنين صغيرون. زين، اذا اريد اسال سؤال، من هي وحدة القياس اللي هي راح تكون اكبر؟ منو الاكبر، المتر لو سنتيمتر؟ يلا علاوي. يلا ماما، منو الاكبر؟ راسي بسعيدي. منو الأكبر؟ يا وحدة هي تكون أكبر، المتر لو سنتيمتر؟ متر؟ المتر هي وحدة أكبر من السنتيمتر. أوكي علاوي، شكرا لك. إذا هسه صار واضح أمامكم، ننتقل إلى اللي بعدها. نجي هنا عندنا مطيني شكلين، طبعا هو ما ذاكر لي انه هذا مربع لو مستطيل، بس راسم لي الشكل مالته. طبعا هنا من شكله راح يبين هو مربع، ليش؟ عندي لي طول اضلاعه متساويه 6 6، فهذني هم راح يصير 6 6. هنا راح يكون مستطيل، ليش؟ لان عندي هذا الضلع اكبر من هذا الضلع، فنبين هذا الشكل مستطيل. شي يريد من عندي بالسؤال؟ يقول أريد محيط، محيط. إذا هنا أطبق محيط المربع، وهنا أخلي قانون محيط المستطيل. يلا يا سما.
نعم. يلا حبيبتي. يلا أول شيء هذا الشكل شنو؟ مربع. هذا الشكل مربع لان عندي الاضلاع مالته كلها متساويه. تتذكرين شنو قانون محيط المربع؟ نعم اتذكر. 6 زائد 6 في 2. يعني زائد المربع جميع اضلاعه متساويه، القانون مالته هو 4 في لام. وياي سما؟ نعم ساسي. 4 في لام، يعني عندي هنا 4 أضلاع، 4 أضلاع. يلا هسه شو أسوي بعد هاي الخطوة؟ أجمع 6 زائد 6. ليش أجمع؟ أنا ما عندي هنا جمع. أوكي أنت تحليها بالطريقة الأولى إنه تجمعين 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6، مو صحيح؟ نعم. زين هو احنا نمشي على هذا القانون احسن. الاربعه اضربها في لام، ايش قد عندك هنا لام؟ عندي ايش قد طول الضلع هنا؟ ستة. احسنتي، لاحظت البارحه انه هواي من التلاميذ يكتب القانون وما يعرف يعوض. حبايبي ماما تعرفون شنو يعني التعويض؟ انه انا التعويض امشي خطوه بخطوه، كلمه المحيط انزله، اليساوي أنزله، الأربعة أنزله، الرقم أبد ما ألعب فيه. من أوصل للحرف أجي أباوح هذا الحرف شنو؟ هو طول له عرض. إذا يا سما اللام يعني شنو؟ شنو يعني اللام؟ هو مختصر اليا كلمة؟ سما وياي ماما؟ أنا أساسي مختصر كلمة طول. أحسنتي، مختصر لكلمة الطول. أجي أباوع برن مربع، وين الطول؟ الطول إذا عندي هنا هو منطيني إياه 6، هذا لام، هذا لام، هذا لام، هذا لام. إذا أنا إذا هذا 6 يكون بالمربع كلهن راح يكون المشابهات. إذا سما بدال اللام إيش راح أخلي يا رقم؟ أخلي رقم 6. 6 أخلي رقم 6. إذا المحيط يساوي 4 في 6. 4 في 6 إيش قد يساوي؟ يساوي 24. وما ننسى وحدة القياس هي السنتيمتر، فنزلت السنتيمتر وحده. شكرا لك يا سما، ننتقل إلى ميار. ميار عبد الله سامور. عبد الله يعني هواي من التلاميذ موجودين بس ما يفتحون لا المايك ولا كاميرا. علاوي. نعم شاشة. يلا ماما هنا شنو الشكل الثاني الموجود امامك على الشاشه؟ مستطيل. مستطيل لان عندي هنا الضلع 7 مختلف عن الضلع 3، إذا هذا الضلع يشبه الضلع المقابلة. يعني حبايبي إذا هسه أريد أكمله، هذا 7 المقابلة هم 7، هذا 3 المقابلة هم يكون 3. ليش؟ لأن بالمستطيل كل ضلعين وحدة مقابل اللخم الساويات، كل ضلعين وحدة مقابل اللخم الساويات، إذا هذا الشكل هو مستطيل. يلا يا علي، ما هو قانون محيط المستطيل؟ محيط المستطيل ايش راح يكون الشكل؟ القانون مالته؟ 3 في لام زائد 2 زائد 2 في لام زائد 2 في زائد. حبايبي اريد الكل يحفظ، يلا الكل يحفظ ويانا. قانون محيط المستطيل هو 2 في لام زائد 2 في ضاد. 2 في ضاد. يلا الكل واحد يردد ويا نفسه. يلا اريد ابوع عليكم بالكاميرات. 2 في لام زائد 2 في ضاد، هذا قانون محيط المستطيل.
يلا ماما هسه نجي هنا نقول نبدي خطوة بخطوة. حبايبي انتبهوا ياي، خطوة بخطوة. المحيط راح أنزل كلمة المحيط لأن أني أريده، وأنزل اليساوي اثنين أنزله، شو أخلي بدال اللام؟ سبعة. أحسنت، أخلي بدال اللام سبعة يعني لأن الطول عندي سبعة. زين، زائد الاثنين أنزله، شو أخلي بدال الضاد؟ ثلاثة. ثلاثة لأن العرض عندي ثلاثة. هسه أجي أضرب اثنين في سبعة. اثنين في سبعة 14. زين، واثنين في ثلاثة. اثنين في ثلاثة ستة. أحسن، إذا 14 زائد ستة إيش قد يساوي؟ 14 زائد ستة 20. 20، ما هي وحدة القياس؟ سنتيمتر. وحدة القياس هي سنتيمتر. أحسنت يا بطل، شكرا لك. زين، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. إذا محمد سيدون ممكن أشارك؟ نعم ماما، يلا يا محمد. محمد هنا أنا يريد من عندي مساحة كل شكل من الأشكال الآتية. عندي يريد من عندي المساحة، هذا الشكل شنو اسمه؟ مربع. مربع، شلون عرفت هذا مربع؟ لأن الأضلاع متساوية. أحسنت، هذا الشكل مربع لأن جميع أضلاعه الأربعة متساوية. ما هو قانون المربع؟ ميم سين يساوي لام في لام، ميم سين يساوي ثلاثة في ثلاثة، ميم سين يساوي تسعة سنتيمتر. أحسن، إذا حبايبي شكرا لك يا حمودي، دومك أنت متميز ورائع. إذا حبايبي شوفوا، ميم سين يعني مساحة، مختصر كلمة مساحة. لام في لام يعني الطول في الطول، إيش قد عندي هنا الطول؟ ثلاثة، أضرب ثلاثة في ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة. وما أنسى أبد وحدة القياس هي موجودة بالسؤال سنتيمتر. شو أخلي فوقها؟ أخلي فوقها اثنين وصغيرونه سنتيمتر مربع. زين، نحاول إنه التلاميذ اللي ما حضروا البارحة يشاركون ويانا. يلا علاوي. أنسي. نعم ماما. نعم شارك. يلا يا علاوي، حبايبي الكل راح يشارك. يلا ماما. تسمعني علي؟ اي سانسي سمك. يلا ماما، شنو اسم هذا الشكل؟ مستطيل. مستطيل، اذا احنا راح نطبق قانون مساحة المستطيل. مساحة المستطيل شو يقول؟ مساحة المستطيل شو يقول؟ شنو قانونه؟ مو متساويات. شلون؟ مو متساويات. مو متساويات، احسنت، يعني الطول وعندي هنا عرض بالعرض. أحسن، إذا القانون مالتي مساحة المستطيل، أريد الكل يحفظ، الطول في العرض. مساحة المستطيل الطول في العرض. هسه نجي نطبق القانون، نخلي بدال كل حرف نخلي رقم. المساحة أني أريدها ميم سين، أني أريدها أنزلها، إيش قد عندك اللام علي؟ اللام شو خلي بدال اللام؟ يا رقم أربعة. لا نخلي تسعة لأن إحنا قلنا شوفوا هذا الطول، هذا أطول من العرض، شوف هذا الطول أطول من العرض، إذا الطول أخليه تسعة والعرض شو قد أخليه؟ العرض أخليه أربعة. أربعة، إذا ميم سين يساوي تسعة في أربعة. تسعة في أربعة إيش قد يساوي؟ 36. 36، شنو وحدة القياس اللي راح أخليها؟ هو بالسؤال شنو عندي وحدة القياس؟ أربعة سين ميم. لا، سنتيمتر وحدة القياس، يعني أنا أريد أعرف بشنو قاسوا المساحة، قاسوها بوحدة اسمها سنتيمتر. وبما أنه عندي مساحة السنتيمتر أخلي اثنين صغيرون فوقها يعني سنتيمتر مربع. من أسألكم وحدة القياس حبايبي مو يعني رقم،
وحدة القياس لو تجاوبوني لو سنتيمتر لو مربع، شلون نعرف؟ موجودة بالسؤال. شكرا لك يا علاوي، ننتقل إلى السؤال الآخر. إذا حاليا خلصنا من موضوع مراجعة المحيط ومساحة المستطيل والمربع. الآن ننتقل إلى الموضوع الآخر اللي شرحناه، هي وحدات الطول. وحدات الطول ذكرنا قلنا عندنا الكيلومتر اللي هو أكبر واحد، ورايج المتر، والديسيمتر، والسنتيمتر، وأصغر وحدة هي المليمتر. شوفوا ماما، عندك هنا الكيلومتر هي أكبر شيء، ومن هي أصغر وحدة؟ المليمتر. هسه أريدكم تنتبهون على الشاشة وتحفظون هاي الأرقام وياي، المفروض أنتوا حافظيها، مو صحيح؟ زين، كنا نحفظ واحد كيلومتر يساوي ألف متر. أول مرة ناخذ الأرقام اللي بيها ألوف. واحد متر إيش قد يساوي؟ يساوي ألف إيش قد؟ مليمتر. يلا ماما، واحد كيلومتر يساوي ألف متر. واحد متر يساوي ألف مليمتر. هسا أريد من عندكم تحفظوا لي هذني بيها ألوف، وبعدين ننتقل على بقية الأرقام. يلا الكل ينتبه على الشاشة. الأرقام الموجودة هي ألف ومية وعشرة، فلازم تعرف إيش قد في إيش قد يساوي لي ألف. هاي تحويلات، إذا من الكبير إلى الصغير نضرب، أما إذا بالعكس من الصغير إلى الكبير نقسم. يلا منو يشارك ويانا بس بدون ما يباوع، يقول لي واحد كيلومتر كم متر بيها؟ يلا يا حيدرة. نعم شاشي. يلا ماما، واحد كيلومتر كم متر يساوي؟ يساوي ألف متر. زين، المتر الواحد كم ملي متر بيه؟ ألف. أحسنت، ألف ملي متر. عباس شكرا عن مشاركة. أهلا وسهلا. نعم سانسي. يلا ماما، الكيلومتر الواحد كم متر بيه؟ بي ألف متر. والمتر الواحد كم ملي متر؟ ألف ملي متر. أحسنت، زين شكرا لك. الآن راح ننتقل على الوحدة الثانية اللي بيها بس مية. هنا طبعا المية هي وحدها، كل واحد متر يساوي مية سنتيمتر. يلا زهراء. زهراء. نعم سانسي. يلا، الواحد متر كم سنتيمتر؟ الواحد متر عشرة سنتيمتر. شلون عشرة؟ أول شيء موجودة على الشاشة، ثاني شيء هسه أنا قلتها، إذا أنتي كنتي ما منتبهوا يانا يا زهورة. واحد متر بها مية سنتيمتر. ها زهرة، المتر الواحد، المتر الواحد كم سنتيمتر بيه؟ مية سنتيمتر. مية. واحد متر يساوي مية سنتيمتر. شكرا لك يا زهورة. نور. نور فيصل. حبايبي حفظوا هاي الأرقام. نعم ست. يلا حبيبتي، المتر الواحد كم سنتيمتر بي؟ مية. مية. أحسنتي، والمتر كم ملي متر؟ ألف. والكيلو متر كم متر بي؟ ألف. أحسنتي، شكرا لك يا نور الحلوة. زين، يلا يا سما. نعم سمسي. يلا هسه نيجي نقول هذني العشرات، هذني كلين عشرات. المتر الواحد كم ديسيمتر؟ عشر ديسيمتر. الديسيمتر واحد كم سنتيمتر بيه؟ عشرة. والسنتيمتر واحد البارحة شرحناه قلنا بالمسطرة كم وحدة صغيرة بيها مليمتر؟ هم من عشرة. أحسنت يا وردة، شكرا إلك. ننتقل إلى تلميذ آخر. يلا يا سيف. سيف ذوالفقار. نعم جانسي. يلا ماما،
المتر الواحد كم ديسي متر بي؟ نعم شانسي؟ واحد متر كم ديسي متر؟ ألف؟ لا ماما موجودة على الشاشة. شون ألف؟ واحد؟ بي عشرة ماما. أول شي حبيبي سيف ماما أقعد مكان هادي وبعدين أرجع أفتح لك المايك مرة ثانية. حبايبي إحنا قلنا تقعدون مكان هادي حتى تفتهمون. زين ريماس، ريماس محمد. نعم شمسي. يلا حبيبتي المتر الواحد كم ديسي متر بي؟ نعم ست. واحد متر كم ديسي متر؟ مئة؟ لا عشرة. المتر الواحد بي عشرة ديسي متر. ست. نعم شو الفرق بين الواحد متر ألف من متر؟ شوفي واحد متر مئة سنتيمتر، هذا شو الفرق بينهم؟ الواحد متر يعني المتر الواحد، يعني أنت اليوم اشتريتي قطعة قماش متر، كم سنتيمتر بيها؟ بيها مئة سنتيمتر، لأن المتر أكبر من السنتيمتر. ماشي؟ إحنا دا نحول من وحدات كبيرة إلى وحدات أصغر. إذا هسه إحنا هنا ريماس حبيبتي إحنا فوق ماما. المتر الواحد كم ديسي متر؟ عشرة. والديسي متر كم سنتيمتر؟ عشرة. والسنتيمتر الواحد اللي بالمسطرة نحددها كم ملي متر بيها وحدات أصغر؟ كمان عشرة. هم عشرة. إذا حبايبي أنا ذكرت للمجموعة اللي كانت حاضرة البارحة قلت لهم إذا ما تحفظون هاي الأرقام ما راح تقدرون تحلون الأسئلة. ليش؟ لأن إذا ما حافظ هاي الأرقام ما راح تقدر تحل أي سؤال، وهذا الموضوع كله يعتمد على الحفظ. ساسا ما قدرت أداوم لعب الخط ما جاني. يلا مو مشكلة حبايبي، اللي ما قدر يداوم إحنا اليوم نراجع نفس المواضيع اللي راجعناها البارحة. إذا ننتقل إلى أول سؤال. اللي هو راح نحول من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة. شوفوا راح أحل أنا هاي أول واحد حتى شوية أذكركم بيها. الوحدة الكبيرة هي متر، الوحدة الصغيرة هي المليمتر. من الكبير إلى الصغير نضرب، الكبير يضرب الصغير. رأساً شو أسوي؟ أروح على الرقم المطيني بالسؤال. إيش قد مطيني الرقم؟ ستة. أخلي الستة بصف الضرب. زين أني هاي الستة أضربها بإيش قد تتحول إلى المليمتر؟ لازم أكون أني حافظ كل واحد متر يساوي ألف مليمتر. كل واحد متر يساوي ألف مليمتر. تروح تباوع على هذين الحروف الموجودة قدامك تقول أكو علاقة بيناتهم؟ إي أكو علاقة. إيش قد العلاقة؟ إنه كل واحد متر هي ألف مليمتر. أجي شو أسوي هسة؟ هاي الستة اللي انطانياها بالسؤال أضربها بالألف. إيش راح يصير عندي؟ ستة في ألف ستة آلاف. قلنا بعملية الضرب الصفارة أنزلها. ستة آلاف إيش قد؟ ستة آلاف مليمتر. ليش قلنا مليمتر؟ لأن أني أصلاً من ضربت في ألف حولتها من المتر إلى المليمتر. تمام؟ نأخذ سؤال آخر. أحمد فلاح. أحمد. ها ماما مدى يوصل لك المايك؟ لا شاشي هسه يوصل. يلا ماما. ماما هنا أنا عندك أربعة متر أريد أحولها للسنتيمتر. أول شي شنقول دا نحول إحنا من يا وحدة ليا وحدة؟ من الكبير إلى الصغير. أحسن، نحول من الوحدة الكبيرة المتر إلى الوحدة الصغيرة السنتيمتر. زين هنا أنا شرح نسوي؟ نضرب لو نقسم؟ نضرب. أحسنت، الكبير يضرب الصغير. زين
أني أجي أخذ هاي الأربعة، هاي الأربعة أضربها. زين، شنو العلاقة بين المتر والسنتيمتر؟ يعني الواحد متر، الواحد متر يساوي 100 متر، واحد متر يساوي 100 سنتيمتر. أحسنت، المتر الواحد بيها 100 سنتيمتر، يعني شقد في شقد راح أضرب هسه؟ 4 في 100. أحسنت يا بطل، 4 تساوي 400. 400، شنو الوحدة اللي تحولت إلى سنتيمتر؟ أحسنت يا بطل، شكرا لك يا حمودي. ننتقل إلى سؤال آخر. طبعا كلكم راح تشاركون حبايبي ماما. عندنا هنا التلميذ ما كاتب اسمه بس آيفون، يفتح لنا المايك. يلا ماما. هنا عندك حبيبي تحويل من الكيلومتر إلى المليمتر، يعني من أكبر وحدة إلى أصغر وحدة، نضرب لو نقسم. من الكبير إلى الصغير نضرب لو نقسم. شلون؟ إحنا تعلمنا قلنا إذا عندنا تحويل من الكبير إلى الصغير نضرب. من الكبير إلى الصغير شو نسوي؟ نضرب. من الكبير إلى الصغير نضرب. إذن هنا أنا راح أخلي علامة الضرب. زين، إحنا عندنا علاقة تربط بين الكيلومتر والمليمتر، عندنا علاقة هيك شيء؟ لا ما عندنا هيك علاقة. الكيلومتر عندها علاقة فقط ويا المتر. إذن هنا الكيلومتر، انتبهوا، الكيلومتر راح يصير عندي هنا تحويلين، راح أحولها للمتر بالأول، بعدين المتر أحوله للمليمتر. أعيد، الكيلومتر هي أكبر وحدة والمليمتر هي أصغر وحدة، فش راح أسوي أني؟ راح أحول من الكيلومتر للمتر، بعدين من المتر للمليمتر. زين، هسه نجي على أول تحويلة. شنو العلاقة بين الكيلومتر والمتر؟ يعني الكيلومتر الواحد كم متر بيه إذا أحسبه؟ كيلو ألف متر. ألف متر، أحسنت. إذن أول شي راح أقول الكيلومتر الواحد بيه ألف متر، يعني هذا الستين المطينية بالسؤال أضربه في شقد؟ يعني 60 كيلومتر يساوي 6000 متر. 60000 متر، يعني راح أضرب 60 في 1000 يطلع لي 60000 متر. أوكي، شكرا لك ماما. ننتقل إلى تلميذ آخر يكمل لنا هذا السؤال. ميار، ميار، هسه إحنا حولنا من الكيلومتر للمتر، أريد تلميذها سيحولني من المتر للمليمتر. مصطفى، مصطفى لؤي، أمشت. يلا يا مصطفى، هسه إحنا حولنا من يا وحدة ليا وحدة. حولنا من يا وحدة ليا وحدة، حولنا إحنا هسه من ال من الكيلومتر إلى شنو حولناها؟ إلى متر. إلى متر، طلع لي 60000 متر. زين، هاي 60000 متر أنا لازم أحولها إلى يا وحدة؟ إلى يا وحدة أحولها لازم؟ حولها إلى متر؟ إلى المليمتر ماما. إلى المليمتر، هي بالمتر، أنا لازم أحولها للمليمتر. زين، أكو علاقة بين المتر والمليمتر، شنو هاي العلاقة ذا حافظها؟ واحد متر كم واحد مليمتر بي؟ نعم تنسي، واحد متر، نعم، كم مليمتر بي؟ بألف متر. أحسن، المتر الواحد بيها ألف مليمتر. إذن يا مصطفى، هاي الألف أضربها بالستون ألف لو أضربها بالستون؟ بالستون.
لا شلون حبايبي انتبهوا هنا، احنا الستون بعد ما لنا علاقة بها، لأنها هي احنا خلصنا التحويل من عندها، نضربها بالستون ألف بآخر رقم عندي. إذا راح أضرب هنا الستون ألف في ألف يطلع لي الناتج 60 مليون مليم. شكرا لك يا مصطفى. ننتقل على سؤال آخر، ناخذ تلميذ آخر يشارك ويانا. يلا سما. نعم سانسي. يلا حبيبتي، هنا أنا عندش تحويل من المليمتر للديسيمتر، إذا من وحدة صغيرة إلى كبيرة، لو من كبيرة إلى صغيرة، من صغيرة إلى كبيرة راح نقسم. أحسنتي، هنا أنا راح نقسم زين. أكو وحدة، أكو علاقة بين المليمتر والديسيمتر؟ نعم. أقول أكو علاقة بين الديسيمتر والمليمتر؟ أي سنتي أكو؟ لا ماكو بين المليمتر والديسيمتر، بس هنا أنا راح يصير عندنا تحويلات اثنين، راح نحول من شوفوا ماما، نحول المليمتر للسنتيمتر، بعدين السنتيمتر أحولها إلى شنو؟ إلى ديسيمتر. ليش إحنا حولناه هيك؟ لأن ما عندي قانون يقول لي أنه مباشرة الديسيمتر أحولها للمليمتر، ما عندي شيء، بس عندي أنه 1 ديسيمتر يساوي 10 سنتيمتر. بعدين العشرة سنتي، بعدين 1 سنتيمتر نحولها إلى 10 مليمتر. أحسنتي، إذن هنا أنا راح نحول السنتيمتر بها 10 مليمتر. زين راح نقسم هسه، إيش قد العدد اللي عندي بالسؤال؟ 8000 والمقام راح يكون 10. أحسنتي، شو نسوي بالصفارة؟ نشيل الصفارة. كم صفر؟ راح نشيل 0 1، لأنه أحسنتي. إذا شلنا من البسط لازم نفس الشيء نشيله من المقام. أحسنتي، إذا نشيل 0 من البسط و0 من المقام يبقى عندنا 800 سنتيمتر. زين هسه راح نجي شو نسوي؟ نسوي التحويلة الثانية. هسه أنا حولت من المليمتر إلى السنتيمتر، هسه هذا السنتيمتر أحوله للديسيمتر، لازم هم أقسمه على ايش قد؟ راح أقول 1 سنتيمتر ايش كم 1 ديسيمتر ايش كم يساوي بالسنتيمتر؟ عافية، أقسمه على 10، إذا أحذف 0 من الفوق و0 من الجوا، ايش قد يبقى عندي؟ راح يبقى عندي 80. 80 ديسيمتر. أحسنتي يا ولدي. سانسي شلون راح نعرف آخر شيء هو بالديسيمتر؟ إي مو أنتي حولتي ماما، إحنا مو قلنا هنا عندنا تحويلات اثنين؟ نعم سانسي. إذا أنتي هنا قسمتي مرتين، مرة حولتي المليمتر للسنتيمتر، والمرة الثانية حولتي السنتيمتر إلى ديسيمتر. اوكي شلون تعرفون؟ لازم تسوين نفس الشغلات اللي انا سويتها، تقولين مليمتر احولها بعدين للسنتيمتر، وراها احولها للديسيمتر. اذا كم خطوه يعني عندي؟ السنتيمتر ناتج مال السنتيمتر اخليه اقول 1 سنتيمتر ايش كم بالديسيمتر بها 10، اقول ناتج مال السنتيمتر ويا العشرة يساوي 80 ديسيمتر. أحسنتي، يعني هنا أنا راح أقسم عندي مرتين حتى أحصل على الناتج بالديسيمتر. أوكي حبيبتي؟ يلا ماما، خلونا نشوف اللي بعدها، هي بس مجرد صورة ترفيهية حتى شوية نتخلص من الملل. يلا، أفتح لكم الأقلام، بس مثل ما إحنا كل مرة نقول مريض هوسة وشخبة تصير. يلا ماما مفتوح الأقلام أمامكم.
إذن طلعت 10 فروقات بين الشكلين الموجودة. ننتقل إلى السؤال اللي بعده. محمد الجواد. نعم سامتي. يلا ماما. هنا عندك حبيبي تحويل من المتر إلى الكيلومتر. يلا هسه أنا أريد من عندك هذا التحويل من الصغير للكبير لو من الكبير إلى الصغير. المتر للصغير للكبير. أحسن، المتر هي صغير، من الصغير إلى الكبير نقسم لو نضرب. الصغير شو يسوي للكبير؟ نقسم. نقسم الصغير يقسم الكبير. زين، إذا هاي 4000 راح أقسمها. أقسمها على إيش قد يا محمد؟ شنو الأكبر؟ شنو العلاقة بين المتر والكيلومتر؟ يعني الكيلو والمتر واحد. كم متر بيه؟ 4. شلون 4؟ احنا بالتحويلات اخذنا لو تقول الف لو 100 لو 10. ما عندنا 4، اخذنا فقط 3 اعداد. الكيلو متر الواحد كم متر بيه؟ 1000 متر. الكيلو متر واحد. حبايبي ليش ما تحفظون ماما؟ غير المفروض هذا انتم تكونون حافظين. اذا الكيلو متر واحد بألف متر. الكيلو متر واحد بألف متر. اذا يا محمد احنا هذا 4000 قلنا دائما العدد اللي ينطيني اياه بالسؤال راح اخليه بالبسط. 4000 اخليه لي فوق. المقام ايش قد اخليه؟ 40. شلون 40؟ وين عندي 40؟ انا ما عندي 40 بالسؤال. أنا على الشاشة عندي فقط 4000 وعندي 1 وعندي 1000. 4000 كتبته، شو أخلي بالمقام؟ 1 لو 1000؟ 1000. أخلي 1000، ما يصير أخلي 1، يعني إذا خليت 1 راح تبقى هي 4000 نفسها. زين، إحنا مثل ما قلنا بعملية القسمة أحذف صفارة من البسط ومن المقام. هسا أنت قولي كم صفر أحذف من الفوق وكم صفر أحذف من الجوة؟ كم صفر؟ 2. ها شلون 2؟ هنا عندي 1 2 3، لازم احذف من الجو هم 3. 1 2 3، حذفت 3 صفارة من الفوق، احذف 3 صفارة من الجو، بقى عندي 4 على 1. 4 على 1 يعني ايش قد؟ 5. 4 على 1 يعني 4، لأن الواحد ما إلها قيمة، ف4 على 1 يعني 4، والمحدة ماتي صارت كيلو متر. شكرا لك يا محمد. زهراء. زهراء. مصطفى. نعم ست. يلا ماما هنا عندك هذا السؤال رقم 11. عندك هنا 2000 مليونان مليمتر أحوله إلى السنتيمتر. أنا دا أحول من الصغير إلى الكبير، أقسم لو أضرب. ها مصطفى. مصطفى وياي. مصطفى أعتقد النت انقطع عنده. سما. مصطفى. سما. نعم سانسي. يلا حبيبتي هنا عندنا تحويل من المليمتر إلى السنتيمتر، يعني من الصغير للكبير لو من الكبير للصغير؟ من الصغير للكبير. أحسنتي. نقسم لو نضرب. نقسم.
نقسم من الصغير إلى الكبير. زين، هنا أنا العلاقة بين المليمتر والسنتيمتر جت عندي. كل واحد سنتيمتر كم مليمتر بي؟ 10 مليمتر. أحسنتي. إذا أنا من أشوف هنا مليمتر وسنتيمتر لازم أرجع ذاكرتي أشوف إنه عندي قانون يربط السنتيمتر والمليمتر. نعم، إنه كل سنتيمتر واحد بها 10 مليمتر. إذا يا سما إحنا قلنا نقسم، نقسم شقد على شقد؟ نقسم نعم المليونان على العشرة. أحسنتي، قلنا نخلي خط القسمة دائما العدد الكبير اللي ينطيني إياه بالسؤال بالبداية أخليه بالبسط اللي هو المليونان، والعلاقة ماتي اللي بيها صفارة أخليه بالمقام ما أخلي واحد. زين، كم صفر أحذف يا سما؟ صفر واحد. أحسنتي، أحذف صفر واحد من البسط وأحذف صفر واحد من المقام، إيش قد يبقى عندي العدد؟ 200,000 والمقام واحد. أحسنتي، المقام إذا كان واحد نعوفه نهمله لأن ما له قيمة، والوحدة اللي تحولت إلها شنو اسمها؟ 200,000 سنتيمتر. أحسنتي. سهراء، سيف، ميار، ميار. نعم سامسي. يلا حبيبتي، هسه شو اسوي؟ هذا المتر احوله للسنتيمتر. اذا من المتر للسنتيمتر، من الكبير للصغير لو من الصغير للكبير؟ من المتر للسنتيمتر. نعم، من الكبير للصغير. نضرب لو نقسم، ما دام من الكبير الى الصغير نضرب. الكبير شو يسوي للصغير؟ نضرب. نضرب. شنو العلاقة بين المتر والسنتيمتر؟ شنو العلاقة بيناتهم؟ يعني المتر الواحد كم سنتيمتر بي؟ المتر الواحد. نعم. بي كم سنتيمتر؟ ألف سنتيمتر؟ لا، واحد متر يساوي 100 متر. 100 سنتيمتر. الواحد متر بمئة يساوي 100 سنتيمتر. يعني هاي سانسي، هاي الاثنين أضربها في شقد؟ أضربها في شقد؟ هي 2 متر، أنا أريدها بالسنتيمتر. أضربها بشقد حتى تتحول للسنتيمتر؟ 2 ضرب. أي صح، غير عندي هذا الرقم مع التحويل 100 سنتيمتر. 2 ضرب 100. أنا عندي 2 متر. لحظة ميار ماما، أنا عندي 2 متر أريد أحوله للسنتيمتر. أنا إيش قلت؟ 1 متر يساوي 100 سنتيمتر. إذا هذا 2 أضربه بالمية حتى يصير عندي هنا 200 سنتيمتر. تفضلي ميار ماما. سانسي، أنا سانسي ضحت درسني من دوامة حضوري. إيه حبيبتي. وكان وقالت سوت لنا مثل اللعبة، قالت أكو كي